مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم على شاشه الازرق. اهلا وكل الذين سيتابعوننا في هذا اللقاء المختلف، حاله شديده، يعني ربما تكون عباره مختلفه في زمن مختلف بايقاعات وجمل موسيقيه مختلفه لواحده من التجارب الشبابيه الواعده استطاعت ان تتكئ على الكبار وان تقدم عبر هذا الفن الجميل المختلف عبر اصوات شبابيه وموسيقى شبابيه متجدده. دائما نجدد في هذا اللقاء التحايا لكم والتحايا لضيفي الكريم الذي سيكون له شان اخر في المستقبل القريب، سامي عز الدين. اهلا يا سامي، كيفك؟ مرحبا بك نسرين، ومرحبا بكل مشاهدي قناة النيل الأزرق. أتمنى أن نقضي معنا حلقة جميلة يعني. أهلا بك يا سامي، وأهلا ب يعني كل ما تقدمه من فن رفيع وفن جميل، وتحية وتذكار للفنان الكبير نور الجيلاني الذي تتمتع به وتمتع الآخرين أيضا به. سيكون له أيضا مساحة مختلفة في هذا اللقاء. دعني أرحب بالأوركسترا الجميلة التي ستصاحبنا في هذا اللقاء. أهلا بكم كلكم وكل المشاهدين الذين سيتابعونا في هذا اللقاء. مدخل أول لحن يا سامي، يا ريت. طيب نسمع فيفيان أستاذنا الجميل رائع، ربنا يديه الصحة والعافية إن شاء الله، أستاذ نور الجيلاني، وحاجة أنا بحبها كل الشعب السوداني بحبها يعني. أكيد اسمع إن شاء الله. أكيد تفضل.
شكرا جزيلا. يعني شيء من التاريخ لابد أن يأتي على الحاضر ليترك هذا العطر الجميل. النور الجيلاني له التحية والتقدير بمثل ما ملأ كل هذا السودان فرحا. يعني والله أنا بالنور الجيلاني علاقة جميلة جدا. وأستاذ النور طبعا من الفنانين اللي بيقفوا دائما مع الشباب, يعني من جهة عنده ستايل أنا يعني من زمان بحبه, حتى قبل أنا ما أغني أو أي حاجة عنده ستايل براو, مدرسة غايمة بذاتها, ألحان متفردة يعني ممكن تكون عالمية عادل. فأنا بحب المدرسة دي والإلغائية اللي لقيت نفسي اللغات المختلفة الحية في حيوية شديد. فلقيت نفسي أنا كده بحب أغاني وبحفظها والتقيته وتكلمت معه. طبعا طبعا تلاقينا كتير, مشيت لي في البيت وجاني زيارة في البيت, وعلاقة جميلة جدا. يعني جميل. غنيت له كتير ثاني؟ أي كتير من الأغاني. جميل. يعني لطيف إنه يكون في دعم للشباب, يعني من الكبار في إنه يغنوا أغنياتهم. شيء جميل. من الحاجات اللي زي ما بسموها عليها التواصل بتاع تواصل الأجيال. أجيال. فلا جميل. بد إنه تكون في الحاجة دي يعني. سامي عز الدين كان لم يكن سامي المغني. أيوه. كان سامي الشاعر والملحن. أيوه. بعد ما غني نرجع نتحاور. أوكي. تفضل. أصنوهم من عيون الناس وابروا ليهم صورة الإخلاص, العروس صيغة والعريس حساس ده الحنان الليلة دم خلاص. أصنوهم من عيون الناس وابروا ليهم صورة الإخلاص, العروس صيغة والعريس حساس ده الحنان الليلة دم خلاص. We'll be right back.
حلاله الليلة تم خلاص ميزان حلاله الليلة تم خلاص حصنوهم من عيون الناس وقروا ليهم صورة الإخلاص العروس صيدة والعريس حساس ليل حلاله الليلة تم خلاص يعني هكذا هو الجمال والروعة حيوية في أغانيك والله يعني دي حاجة خفيفة ألحانك ألحانك لا دي كلمات وألحان مهدي مصطفى دي حاجة كده معمولة خصيصا للأفراح الأفراح يعني خفيفة يعني جميل حاجة ننقل الأفراح لن خلف أيوه. الشاشات إنه يفرح أيوه. قبل خصوصاً من الدنيا قبل الأغنية أي صحيح قبل الأغنية تكلمنا عن إنه سامي ما بدأ فنان أيوه. بديت ملحن وكاتب أنا فعلا أنا ما بديت بكتب وبلحن كنت يعني
ومنيتين مشنو يغنوا لي يعني الفنانين. يعني مثلا بشوف زول مثلا صاحبه فنان كده بقول له اسمع ما في الاغنيه دي جميله يا اخي انا ملحنها وكاتبها كده وبداله يعني بصوتي انا ملحنها ياخد ده لفلان مثلا كده اشوف يعني زول ده بيجيكم كتير كده وانا شايفه عندكم كده. ليه ما كان عندك النيه اصلا تغني انت؟ ما في نهايه ما كان في النهايه خالص نهايه. او انت ما مكتشف صوتك؟ والله يا هو ممكن تقول ما مكتشف صوتي وممكن في نفس الوقت ده كان في يعني المجال العملي يعني الواحد كان شغال وجايد في يعني مهموس في الشغل يعني فما كان في اصلا وقت للتفكير في انه الزول حيغني او ما حيغني وكده. كنت بتكتب كشاعر؟ كنت بكتب كشاعر اي كنت بكتب كشاعر وبحب الحن يعني الحاجه تكون جاهزه عندي. اوكي. والكتابه ذاتها شنو يعني تكون حاجه خفيفه كده من حاجه يعني حاجه اللي بحسها انا يعني وبحس انه الاغنيه مثلا بتجي مع فلان ودي بتجي مع فلان وكده. فلحد ما سمعني او انا بالصدفه كده اديت زول يعني مخرج كده احد القنوات تلاقيت بيجوا فنانين كتير يا اخي ياخد لي الحاجه دي اي واحد بيجي يا اخي سمعه خلي الحياه تمشي يعني. المهم شاله وكده بعد فتره رجع لي قال لي يا اخي انت الحاجات دي انت ما تغنيها انت ذاتك لازم تقول للمخرج ده انا لازم تقول للمخرج ده لا اخونا من مجهله والتحيه في دوله غطر المخرج اخونا فتحي بربري دوله غطر حاليا في كان في انغام ولا في درمان في هارموني هارموني اوكي هارموني فا انت غنيها انت ما انا طبعا رافض غنيها ما تغنيها غنيها ما تغنيها قلت لها بغنيها ست شهور او سبع شهور بي 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 في الموضوع ده احنا بس لافين يعني فقلت لها انا لا عندي فرقه لا بعرف اصلا عازفين ما عندي علاقه بالوسط ده ما بعرف والله بس اتصرف شوف لك فرقه شوف لك اورجن لو تعرف وهي الخمسه اعمال في سيدان مداله في سيدي بصوتي فقلت لي زي ما هي ملحنه انت ملحنه جاهزه حاسه فيها جزء من اللي بتغنيه وحاسه؟ ما فيها لكن ممكن ادندل لك بواحده كانت يعني يا احلى زول في دنيا دي مرسوم ساكن في الحشا يا الفين جمال في الجمال زاد لوعتي منه الجمال ده القمر خجل اختشى يا احلى زول احلى زول في دنيتي مرسوم ساكن في الحشا يا الفين جمال فيك جمال زاد لوعتي منه الجمال ده القمر خجل اختشى جميل والله دي البدايات دي بدايات فيك يعني حلوه لكن تكون كده يعني يعني بحس الكلام ده انه ده اللحن يعني بيجي مع اللحن يعني حاجه كده براي كده وبحس انه يا اخي الفنان ده هو الفنان دي جايه مع الفنان ده دي جايه مع الفنان ده كده يعني فبس من ديك واصر علي والمهم عملنا كان حلقه اول مره انا اخش كده وغني في الاستوديو وفي الكاميرات وهناي بطريقه محترفه ولا بطريقه هاويه والله انا ما يشعر انها تكون هاويه لكن الحلقه طلعت بطريقه محترفه انا كيف معي طلعت احترافيه طلعت ظريفه يعني طلعت عملت شغل كويس كان وقت ذاك منا وانطلقت طوال نسمع شنو ثاني بيهزنا طيب احنا نسمع حاجة اسمها دي ستهن ست البنات اللي حابين كلمات والحان اخونا الشاعر الجميل محمد مصطفى وجه له التحية من هنا ان شاء الله اي دي ستهن ست البنات اللي حابين ستة
سعيدة مشاهدين. سامي واحد من التجارب زي ما قلنا الشبابية فيها صوت، يعني فيها صوت للمستقبل. عندما نتحدث عن دعم الشباب ولابد أن يكون للشباب مساحات مختلفة تأتي مثل هذه المساحات تقديرا لهذه المواهب الكبيرة وهذا يعني العطاء الكبير الوافر في سن الشباب، لأنه دائما ما يعطي الإنسان في كل ضروب الحياة في شبابه. سامي مجتمع الغنى مجتمع مختلف طبعا، فيه كثير من الأشياء الجميلة اللي بتضيف لك، وفيه كثير من عنفوان الشباب كمان طبعا. فيه انه ممكن ياخذك في اتجاه مغاير ثاني، يأثر على الغنى، يأثر على الصوت طبعا شديد. كيف هو مجتمع الغنى معك؟ والله يا أخي مجتمع الغنى عايز حذر شديد، حذر شديد جدا جدا صحيح. بتأثر فيه حاجات تانية، مثلا الثقافة العامة بتاعت الفنان صحيح. أو الثقافة المخزنة أصلا من زمان من الصغر والتربية وكده وكده وحاجات كثيرة كده كلها بتنعكس على شنو؟ على إنك أنت هتتوجه كيف فنيا وهتمشي كيف يعني. فالحاجات كلها متاحة، بعد ده بتبقى أنت وتفكيرك أنت وإيمانك بالحاجة ده تصليها او لو بدون هدف تبقى دي موضوع تاني او مشكله تانية. يعني هل الشباب عندهم هدف ورساله ولا الشارع عايز كده والشباك عايز كده؟ في كده وفي كده، في شباب عندهم هدف ورساله، في شباب عندهم انه الشارع عايز كده، وفي شباب عندهم مشروع مؤمنين به وبحاولوا انه
يوصلوا للحاجة. انت يا توفي الثلاثة؟ انا الثلاثة دي. الثلاثة مع بعض؟ مع بعض. برضو الشباك عايز كده والشارع عايز كده. أيوه. شوفي هو لازم انا مؤمن اللي جاوب مختلفة صراحة. انا مؤمن بشنو؟ بالتنوع. الفكرة انك انت تكون ماشي في حاجة واحدة وماشي فيها بس كده ده ومركز فيها بتنفع في مرحلة وفي مرحلة تانية ما حتنفعك. بمعنى يعني زول لما يكون عنده مشروع بيستناه وبينتظر، يعني لما يكون مثلا عندك مشروع وبيصبر عليه بتكون انت صابر على المشروع ده. اما انك تصرف عليه من وين؟ على مشروعك ده ازاي تصرف عليه من وين؟ الدخل بتاعه هيجي من وين؟ المعرفش شنو؟ ده كله حيعرق لك الشباك الثاني، حيعرق لك الشارع. يعني فلازم مع مشروعك تكون شنو انت؟ في انه بإيمان لكن ولا بدون إيمان؟ لا بإيمان طبعا. ما انت اصلا ما هو شوفي دائما في حاجة، الحاجة الأساسية أو بتكلم عن السودان تحديدا، المصدر الأساسي للدخل للأسف، يعني أنا بقول للأسف يعني ممكن زمان يكون ال 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 الحاجة العامة الجماهيرية الوضع الاقتصادي بشكل عام كان مشجع. هسه حاليا الحاجة الحاصلة إنك تصرف على هناك أو على يعني أي حاجة تعملها من خلال بيوت المناسبات او من خلال الشارع عددك. الشارع وبختصر لك في انه الشارع عايز كده، دي ما هي الشارع عايز كده، دي بيوت العراس تحديدا يعني. عرفتي دي الحاجه الدخل الاول، ما في دخل ثاني للفنان في السودان. هنا برا ممكن السوشيال ميديا، الدعايات، الاعلانات، كده دي كلها مصادر دخل، القنوات، الاستضافات، الحاجات يعني كثيره جدا. هنا محصورة الحاجة دي أو عندنا ما منفتحة. طيب ممكن يغني الفنان في مسرح هالمسارح كمان؟ ما هي يلا ما هي دي ذاتها المسرح أو الحفلة الجماهيرية أو اللي هو المسرح بيوت الأعراس أو الحفلة الجماهيرية، دي ده الدخل اللي بيجيك أنت. لكن أنت بعدك تعمل به شنو؟ ده الهدف بتاعك. توظفه على ده الهدف بتاعك اللي أنت بتكون أصلا شنو؟ أخذته وماشي به. يعني مثلا أنت ممكن يكون عندك مثلا اوبريت حاجه كده موزعه لكن انت تكلفه الاستوديو بتاعته ما حتقدر تدفعها وما حتلقى زول ينتج لك لانه اصلا ما مؤمن بالاوبريت ده مثلا، يعني ما لسه ما امن به، ما حتفرض عليه انك لازم دي. نحن حنجي للحته دي بعد ما نغني. طيب نسمع ونرجع. اهلا بكم. طيب احنا نرجع للحقيبه اللي هي دي اساس الغنى السوداني وكده، فنسمع حاجه بعدين نجي نعقب عليها كده وكده. دي ذات كده وكده دي ذات. تفضل. ساي ما الليل زيديني الشدا طيب عودي انا زاد اشوف هليا يا امتى وصالو
الحديث دائما يطول عن الموسيقى وعن المشتغلين في الموسيقى. بتبدا الحاجه بالهوايه بعد شويه بتبدا احترافيه. طبعا دي بتبقى مسؤوليه ثانيه. مسؤوليه كبيره جدا كمان. يعني عملت فيها شو؟ يعني انت بقيت فنان بالصدفه وما شاء الله فتحت معاك الحاجه، طيب بعد ذاك عملت شو؟ والله يا اخي الهدف اللي انا خطيته من الاساس، يعني مثلا زول بدا وقال خلاص داري اخش، الهدف كان في اثنين، يعني مقسوم الى حاجتين. الحاجه الاولى انه الغنى ده انا بيعطي، يعني في فهمي انا والحاجه اللي انا شايفها فرحه، الفرح الغنى معناته الفرح، يعني دي الحاجه الاولى انا مشيت فيها، يعني دائما خليت ستايل بتاع يعني الغنى ده فيه شجن وفيه كذا وفيه كذا وفيه شجن وفيه حاجه، لكن بالنسبه لي انا الفرح انه يكون فرح. اه يعني الغنى بالنسبه لي طوال يساوي الفرح. أوكي. بالنسبه لسامي يعني فمشيت في مدرسة معينة، المدرسة بتاعت الحاجة اللي بتسعد الناس، بتسعد الزول يعني.
يعني بتحس انه يعني انت لما تؤدي حاجه اللي قدامك لازم يكون مبسوط باي طريقه، لازم انك تحس انه وصل الاحساس بتاع الفرح او الانبساط. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ودي لسه يعني مشوارها طويل، ما يعني ما عارف تحصل كيف، لكن احنا مجتهدين فيها. يعني ما انا براي يعني كم من الشباب برضو انه المفرده بتاعتنا السودانيه دي انها لازم انها تكون عاديه جدا زي الغنى العربي، ما هو عادي عندنا لازم انه الغنى السوداني ده يكون عادي جدا عند الناس البرا لازم. كويس، ده تحدي كبير. طيب كيف شديد. كيف يلا كيف دي عندها حياه ثانيه يا دوب في السودان. في مشروع في انكم دارين تعملوا الحاجه دي؟ ما في حاجه معينه، لكن الحاجه دي ما جماعيه، الحاجه دي مجهودات فرديه. ما هي احلام مشروعه يعني. لكن في في مشاكل، في حاجه عندها علاقه بالسلم السباعي؟ لا بالعكس، لا طيب. من السلم ما عندها مشكله. يعني كل ما خففنا الغناء ومشينا على السلم السباعي كل ما تسمعت اغنيه، لا كل ما انت غنيت على الطريقه دي على الستايل ده كل ما الاخر استمع لك. الاخر في تجارب كثيره، الاخر بيجي يحب شنو؟ بيجي يحب الحاجه المختلفه منه. يعني هو الاخر ما بيسمع سباعي كثير، هو داير الحاجه المختلفه، فبيجوا ميلوا على شنو؟ على السلم الخماسي او الاغاني السودانيه او الافريكان عموما يعني. فالحاجه دي بالنسبه لهم حاجه جديده ومقبوله جدا. المنشدات الفرديه بقت على شنو؟ على انك انت بتجرب، هي ما في مدرسه ثابته او ما في خطه ثابته انك انت هناي، هي بتلفك كده يعني انت بتجرب كم حاجه. يعني ممكن تنتج اغنيه بمواصفات معينه. لكن بديت في مشروع زي ده؟ شغال فيه وايد. شغال فيه. نكتشفه؟ ما هو شغال فيه يعني، هو قريب ما 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 ما, ما حيطول، لكن نخلي مفاجأة. ايوه مفاجأة. جميل يعني. طيب ما مفاجأة شنو اللي في حلقتنا؟ الحلقة دي فيها مفاجأتين هسي ثاني جايات يعني. هسي في حاجة انت بتغني في غنى خاص حقك؟ ايوه. مؤمن بالغنى الخاص انه ممكن يوصل؟ طبعا، هو اصلا وصلني. الوصل انا بالمناسبة يعني، انا يعني بديت من الاخر. انا بديت ايوه يعني، انا اول حلقه عملتها يعني قلت لك الحلقه اللي انا مسكت فيها الماي وقعدت في التلفزيون دي وكده، الخمسه اغاني دي كانت خاصه كلها كلمات والحان سامي عز الدين. يعني انا بديت من حيث انتهى الاخرين من حاجاتي انا، واستمرت في الحاجه دي انه دائما بس باختلاف شنو، انك ما انا ما كلامي والحاني يعني، بنقي بس الحاجه اللي انا عايزها من الشاعر ده، الحاجه اللي انا عايزها من الشاعر ده، فهم معين يعني. اوكي، فمشيت في الحاجة. لكن مشيت في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه ولاقي قبول في الموضوع ده وشغال بطريقه الحمد لله. الحمد لله. اكثر بتمشي على الاتجاه بتاع المناسبات وكذا ولا اكثر مسرحي اكثر واستماع؟ لا، مناسبات. مناسبات اكثر. مناسبات اي اكثر، او هي اصلا ما بتخلي لك مساحه لحاجه ثانيه. لحاجه ثانيه. او شويه تلفزيون. شويه التلفزيون لابد يعني، لابد انه يكون الزول عنده مشروعه. أيوة. الواضح الداري يعمله يعني. من المناسبات دي جزء منها انيه، جزء بتفرح الناس وبتسعدهم في لحظات، في اي بالظبط لحظيه بالظبط كده. لكن لازم يكون عندك مشروعك كفنان. يلا مشروعي الثاني ده بعد ذاك طبعا، هسه ما شاء الله السوشيال ميديا بقت يعني ما في زول في تليفونه وما في ما بيقدر يسمعك او بيسمع حياه مختلفه لك، عرفتي يعني، كل فتره والثانيه الواحد بنزل حاجه مسموعه، حاجه من الحقيبه، حاجه من كده، فانت بتسمع مصدر، تسمع سامي في حاجه سريعه، حاجه في حقيبه، في اغنيه لفنان ثاني كده، تلقى الحاجات دي كلها قدامك. جميل. حنسمع ثاني مسموع ولا خاص ولا؟ حنسمع خاص. حنسمع حاله شديده. حاله شديده. اذا هي حاله شديده. حالة شديدة عيني باردة، حالة شديدة عيني باردة، شديدة عيني باردة، ما شاء الله يا البنية زي القمر نورتي، وقول الناس مصدقتو، تقول الناس مصدقتو، حالة شديدة عيني باردة،
حالة شديدة عيني باردة ما شاء الله يا البنية زي القمر نورتي فقول الناس مصدقتو فقول الناس مصدقتو عيون نجلة كداد وجنوب عيون نجلة كداد وجنوب عيون نجلة كداد وجنوب والبسمة دي حاجة تانية والسن براقة ضاوية بعيدة يا سيدي تقول الناس مصدقتو تقول الناس مصدقتو انت حلاتي براها شديد بعيدة يا سيدو بعيدة يا سيدو مشام دغري تهتو شامتي مشام دغري تهتو شامتي مشام دغري تهتو شامتي مصدق عيوني بعيدة يا سيدو قول الناس مصدقتو شفتك بلاي صدقتو قول الناس مصدقتو شفتك بلاي صدقتو لحلال البراها شديد بعيدة يا سيدو بعيدة يا سيدو كشام ودعا هشام ودع والشفايم وردان هشام ودع والشفايم وردان هشام ودع والشفايم وردان صدى في جمة السمع زي الزيقة نبراته وقول الناس مصدقته شفتك بلا وقول الناس مصدقته شديد بعيدة يا سيدو بعيدة يا سيدو حالة شديدة عيني باردة حالة شديدة عيني باردة حالة 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 عيني باردة حالة شديدة عيني باردة ما شاء الله يا البنية زي القمر دورتي بعيدة يا سيدو جميل تسلمي يعني لما غنيت لنور الجيلاني انت ابتداد للكاريزما والفرحة في الغناء والصوت الجميل يا اخي والله يديك العافية يا استاذة ويعني الواحد بيحاول دائما زي ما قلت لك انه القدام يكون مبسوط يعني سواء في خلق الفرحة للآخرين ده ما حي سهل بس الناس تكون مبسوطة ده أهم حاجة بس جميل إذا عندك مشروع متكامل مختلف في إنه توصل صوتك توصل الغنى السوداني للآخر أيوة ومشروع داخلي هو عنده علاقة بالشباب عنده علاقة بالبهجة وعنده علاقة بفرحة الناس أيوة هو الآخر ذاته وعندك بالنسبة لك الاثنين ما بيتعارضوا لا ما بيتعارضوا نهائي يعني الفهم في شنو يعني أنا جربت الحاجة دي يعني برا السودان الآخر بيجى بحب الحاجة لذاتها الفرحة عند الزول الثاني يعني حتى من زمان الحاجة سبحان الله من زمان يعني زمان غنان اللي طلع برا أو انتشر برا السودان هو الغنان الخفيف هاي فأنا ما أعرف كده بقول لك كل ما خففته بتلقى يعني عموما الستايل كده يعني هو الغنى المسرحية الغنى كده ما, أيوة. ما هو غنى الاستماعي إذا أنت عايز غنى الاستماعي ده أنت اللي بتبحث عنه يعني أيوة غنى الاستماعي ده ما أنت في النهاية بتلقاه ما هو قاعد أصلا في أي حتة لكن الغنى أنا دائما حتى اختياراتي كلها في المشاعر دي نص أنا دائما بختار الغنى كده بحس يعني بقرأ الكلام
بحيث انه في كده في مسرحيه هنا حاصله. لو ما حسيت انه في مسرحيه حاصله ومتفاعله مع الناس, انا بطوالي بقول لها والله لا شوف لي غيرها. يعني بتلقي ممكن تتمثل سكتش, يعني ممكن تشيله منك من انت تتمثل زي ما هي, في احساس يعني. أيوة. في حركه بالضبط كده, في حركه, في تفاعل. أيوة. بس ده اللي انا بختار هنا كده اصلا. جميل. ولسه بتكتب ولا صراحه؟ لا يعني طاقة الفنان على الشاعر وعلى بتلحن اغانيك لسه ولا مرات؟ اي انا ما زلت بلحن لشباب اصحابنا في الوسط, او مثلا تعديلات الحان, او مرات لحن كامل. يعني حسب تسمع الحانك في الوسط من اخرين؟ في اي في موجود في اي منو بيغني؟ اخر حاجه كان حيو من هنا العريس محمد حسن قرقوني, كان غنى لي حاجه الكلام ده قبل سنه, يعني كلماتي والحاني دي نزلها, يعني هنا كان نزلها اصلا. وفي حاجات لسه عين فنانين لسه, بس خليها شويه كده بس تنجط. جميل. بتمرق يعني. انت والفنانه الجميله شادن جربتوا تجربه مع بعض؟ ايوه. كلمنا دي. دي كانت في الامارات, دي منافسه كده يعني من كل دوله في ثنائي. مشينا يعني قدمنا حاجات سودانيه, يعني حاجات سودانيه لكن بتوزيعات شنو؟ يعني حتى فيهم حاجه انا مكاتبهم للحين انا, لكن بتحسي فيها انه السباعي على الخماسي ميكس كده. يعني كان اخذت مننا مجهود ذاته يعني الحاجه دي. والحمد لله يعني مشينا كانت خمسة ايام من اجمل خمسة ايام جميله جدا يعني, كان خمسة ايام حرستوا فيها مراتب كويسه في التنافس. الحمد لله. الحمد لله في التنافس يعني هي. وطبعا العرب عموما لما يكونوا هم مع بعض سلمهم بيطغى علينا احنا. يعني العراقيين المغاربه ما اعرف شنو هم في ستايل في عالم اخر مننا. لكن احنا الحمد لله قدرنا انه شنو نوري انه في هون السودان في حاجه يعني كده. احنا عندنا حاجه يعني ممكن تتقدم يعني ممكن هم في لحظات مش يشوفوها غريبه, لكن بعد ذاك بيستوعبها طالما انه في حركه بيستوعبها يعني. يعني بدل محتاج مننا شنو انه احنا نطلع للاخر يعني؟ ما حاجه كثيره. الواحد ما يأس, تجارب بس, تجربه ورا تجربه ورا تجربه, تلقى الاخر براوه. تجربه شنو؟ انت بتكرر نفسك في ذات الحاجات الموجوده؟ لا. الداخليه المحليه ولا بتجدد نفسك في حاجه بتجدد. عندها علاقه بالاخر؟ اول حاجه المزيكا, الموسيقى دي هي الحاجه الاساسيه اللي ممكن توصلك للاخر. يعني مثلا الموسيقى. ايوه. مالها يعني انت مثلا متى تعمل اغنيه, عملت اغنيه لما تعملها بمزيكا يعني ما في توزيع مدروس كده بحيث انه الاخر ممكن ينوع معاك. ايوه معاك. يعني بالنسبه له يكون عادي, ما حتلقى ما حيكون في فائده من الموضوع ده. المفرده بتجي الثانيه طوالي, لانه اصلا الموسيقى هي لغه عالميه يعني. صحيح. ممكن انا صحيح. اسمعك مزيكتك لكن بتقول في شنو ما ضروري بالنسبه لي. صح. عرفتي؟ لكن لازم التوزيع يكون متاح للاخر يقدر يستوعب التوزيع اول حاجه. كده بتلقى نفسك لو يستوعبه خلاص. اوكي. معينا هي النوتة الموسيقية دي عالمية يعني انت لا النوتة عالمية يعني. النوتة هي عالمية لكن كتوزيع بيختلف توزيعنا السوداني من التوزيع العربي او العالمي اصلا. بذات الحروف لكن الحروف واحدة, هي الموسيقى واحدة. بس انت كيف تقدر تشكلها بحيث انه يسمعوها هناك؟ سعدنا بك يا سامي الليلة في هذا الحوار وهذه المساحة اللي دائما قناة الليلة بتفريدها للشباب اللي حاسين انه ممكن يقدموا حاجة مختلفة. سامي يتكي على زي ما قلنا إرث ثقافي مختلف, على صوت مميز جدا, له قاعدة جماهيرية كبيرة, يكتب وشاعر ويلحن ويغني كمان, وعنده مشروع موسيقي مختلف يحاول أن يصل به أو يوصل به صوت الأغنية السودانية للآخر. نتمنى له التوفيق, ونتمنى أنه الحوار الآخر في قناة النيزة يكون وصل الأغنية السودانية. شكرا لك في ختام هذا اللقاء. لابد أنك تقول حاجة للمشاهدين, للناس كلهم. كل سنة وانت طيب. وانتم بخير إن شاء الله نسرين. وأنا سعيد جدا أنه كنت في الاستضافة دي معك, وسعيد جدا أنه كنت في إطلالة على مشاهدين قناة النيل الأزرق. واتمنى انه اكون يعني وصلت بعض من وجهات نظري.
او افكاري انا يعني الشخصيه يعني افكارك. الناس بتختلف واضحة، الناس بتتفق الغنى واضحه في الغنى نفسه الناس بتتفق معاك، الناس بتختلف معاك، لكن في النهايه صحيح. الحاجه بتتقدم يعني. وبحيي كل يعني اصدقائي الوالد الوالده، بحلي اهلنا في المسابير كلهم كل الشعب السوداني. لك التحية مرة تانية، وتحية لكل هذه الأوركسترا الفرقة الموسيقية الجميلة اللي صحبتنا في هذا المساء، ولكل الذين يتابعوننا من وراء الشاشات سامي عز الدين في نغم مختلف، وكان أحلى نغم يعني. شكرا لكم للمتابعة، وشكرا لسامي، شكرا لك، وخلينا نغني أغنية ختامية. طيب نختم. إلى اللقاء. تعالي يا غرضة وزعلك انت ما برضى، تعالي يا غرضة وزعلك انت ما برضى، عند الدنيا جد زعل زعلك انت لا 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 ولا. تعالي يا غرضة وزعلك انت ما برضى، عند الدنيا جد زعل زعلك انت لا 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 لا. تعالي نهارية ونجلس جلسة ظهرية، نشرب جبنة ظهرية، تعالي يا قرضة جنب الخيفة، تعالي يا مخاف ما يسحروك ليا، تعالي يا قرضة وزعلك انت ما برضى، انت الدنيا جد زعل زعلك انت لا 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 لا. حكمة طلة في وجناته بس وروني وين ينفع، تعالي يا قرضة حكمة طلة في وجناته بس وروني في السماء حلاوة درجات وجاءت الرياضة بسببها، تعالي يا قرضة وزعلك انت ما برضى، انت الدنيا جد زعل زعلك انت لا 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 لا. للقمر بغير منه هديه والدلال جنه، تعالي يا قرضة للقمر بغير منه هديه والدلال جنه، تعالي يا قرضة أهل المرقى مانع تعبا، تعالي يا قرضة وزعلك انت ما برضى، انت الدنيا جد زعل زعلك انت لا 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 لا. يا القمر تعال بجاي في العشية نشرب شاي، تعالي يا قرضة يا القمر تعال بجاي في العشية نشرب شاي، تعالي يا قرضة قلبي يجيك خطى والله من حياته قنع وابا، مشاعري الحنين غلبة، تعالي يا قرضة وزعلك انت ما برضى، انت الدنيا جد زعل زعلك انت لا 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 لا. تعالي يا قرضة وزعلك انت ما برضى، تعالي يا